بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. نتعلم اليوم كيف نسوي كاميرا دائرية باستخدام كامتازيا. زي ما انتم شايفين صورة هون، كثير ناس عم تستخدم الكاميرا الدائرية لما يعملوا فويس اوفر او يتكلموا في الجيمينج او في اي شيء ثاني او في يوتيوب. فبالله تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو إذا عجبك طبعا، إذا ما عجبك طبعا اعمل لايك مرة ثانية. شكرا. خلينا نبدأ. طبعا أنا في عندي فيديو قديم كنت عامله عشان تعمل لايك للفيديوهات تبعاتي، فهو هذا هو الفيديو. شوف كيف شكله تعيس. فخلينا نشوف شو بنقدر نعمل في الفيديو هذا. أول شيء أنا سحبته على التراك 1، فبقول له حوله ل 60 بي اف اس، يعني 60 فريم بير سكند. حكيت له حوله للبروجكت، بيكون أوضح لما يكون 60 فريم بير سكند. فهو هذا هو الفيديو، شايفين كيف هو هذا الطريقة. هاي خلفية سعودة تعيسة، بروح يسار ويمين، وشكل صورتي كبيرة جدا. هو جزئين، جزء انجليزي والجزء الثاني عربي. اقول لكم شو بنقدر نعمل تحسينات، وحركز على شكل الكاميرا الدائري اللي كثير ناس صارت تستخدمه. أول إشي خليني أخلص من الجزء العربي. أنا خلص منه، عملته تريمينج وظل عندي بس الجزء هذا اللي هو جزء الإنجليزي. خلينا نشوف شو نقدر نعمل في الجزء الإنجليزي. خلينا نبلش نشتغل عليه. اطلعوا تحت عندي على التراك بالتايم لاين شو عم بسوي. فخلينا نشوف خطوة بخطوة. أول شيء كنت أنا مسوي مجموعات للفيديو هذا، كانوا أكثر من فيديو فأنا مجمعهم، فبدي أعمل أنجروب، يعني بدي أفصل المجموعات عن بعض. هذي فصلتهم، كأنه بين عندي التو فيديو. إذا بتطلعوا مربعين فوق، هاي في عندي فيديوهين فوق، في فيديو في صورة، في تحت في فيديو في الشجرة الخضراء. وهذا الفيديو اللي فيه الشاشة الخضراء، خليني أشيله خليني أتأكد. ظل عندي بس صورتي، الفيديو تبعي. طبعا يا إخوان أنا بعطيكم هون موجز، اللي بحب يشوف الكورس كامل هخلي له إياه في الوصف إن شاء الله. الكورس هذا بعلمك من A to Z. هاي الفيديو الثانية بتفرجيني بس سبسكرايب وش لايك وديسلايك والشغلات هاي. فخليني ابين الفيديوهات الاثنين، ارجع ابينهم من جديد. هون في شايفين كان مستخدم ريموف كلر، يعني شايل اللون الاخضر لان شاشتي كروما كاينه. وهون برضه في افكت بنشوفه من ضمنهم بالريموف كلر، وخاصيه ثانيه بعدين بكلمكم عنها لانه راح نشيلها. خليني اروح اشوف شو الخلفية اللي بقدر احطها على الفيديو هذا. فخليني دخلت هنا. طبعا انا بستخدم كامتازيا 2022، وضافوا شغلات جديدة وشغلات حلوة ما كانت موجودة بالفيرجنز القديمة. مش دعاية للموقع بس والله عجبني السوفتوير هذا لانه سعره معقول. خلينا نشوف شو في خلفيات عنده ممكن استخدمها. فعيني قاعد بنزل بدور معاكم شوي شوي على الخلفيات. فروح على UI Kit، بين عندي أشكال الكمبيوترات قديمة اللي هو
زي ما انتم شايفين ما عجبني ولا شيء فيهم، فجيت رحت على هاي النوعية اللي بتبين معي أشكال خلفيات كويسة حلوة، كأني بستخدم الأبل الاي او اس. فخلينا نشوف، هذه ما عجبتني الخلفية، خلينا نشوف خلفية ثانية. بضل دبل كليك عليها بتطلع تبين مع الخلفية، فهي طلعت. أحكي لكم اللي بده التفاصيل، from zero to hero كورسنا تبع الكامتيزيا موجود بالوصف تحت. فهي الخلفية شفتها معقولة أنا، لذلك شو بدي أعمل، بدي أجيبها عندي، فأني بسحبها بعمل لها دراج وبحط على التراك هذا 3. خلني أشوف شو بصير هسه لما بحط على تراك 3، وبدي أرجع أذكركم شو. خلينا نشوف شو بصير الآن. لما بشغل الفيديو شغلت، شايفين الصورة تبعتي وشاشة الكروم اللي فيها اللايك والديسلايك ورا، وهي جت قدام. فلذلك بدي أعمل تراك جديد وأخلي هذا التراك ورا، يعني بدي أخليه تحت كتراك 1، ودول أرفعهم يصيروا فوقه. فهلا أنا هذا اللي هعمله حاليا، فأختار الفيديوهين هدول وارفعهم فوق، وانزل الخلفية اللي اخترتها تحت. هاي بينت صورتي وبينت اللايك والديسلايك، تمام. فالآن هنبدأ نشتغل إن شاء الله. هاي الصورة، ولازم ارجع البلاي هيد ورا عشان اقدر اشوف صورتي. هاي هي كانت صورتي، فخلينا نشوف كيف بدنا نحط الكاميرا كانها بشكل دائري. فاول شيء شلتها ريموفر كلر، وشلت سلايدنج، هاي مش بدي شيء الافكت هذا. فلما شفت بيانات الخلفية اللي وراي، كان خلفية زرقاء يعني بستخدم معنا زي كروما. زغرت الصورة هون، عملت دراج عن الصورة بحيث انها تصغر، طلع بمسكها من الزاوية عشان ما احافظ على شكل الصورة ما اصيرلهاش ستريتشنج. فهلا بروح على الكول اوت، وبختار من الكول اوت اول بدي شكل دائري، بروح على أشكال أحسن شي، بروح أول. هاي بينوا معاي، فخليني أخذ شكل الدائرة هي تحت عندي، لونه أزرق أصفر بس بسيطة، بعد شوي بتشوفوا شو بصير معنا. هسا خليني أحاول أكبر الدائرة، بعد شايفين صارت على شكل إليبس. لذلك شو بدي أعمل، بدي أضغط شيفت وأحاول أكبر الصورة، عملها ستريتشنج الان كبرت بشكل دائرة بيرفكت سيركل كاملة يعني ممتازة. لما بضغط على شيفت بقدر اكبر وصغر، بتضل على شكل دائرة كاملة بيرفكت سيركل. خليني اكبر، خلي الدائرة تاخذ مساحة هذا الفيديو كامل. فهذا هو، لو عملت رايت كليك ما بدي هذا الافكت، رايت كليك لما نسيتي ما بدي اياه هذا الافكت برضو. شايفين فلو جيت على اللي بعده الفا انفيرت، شايفين ممكن الاستخدامات تاني هذا الافكت. خلينا اضغط على الفا بالضبط هذا اللي انا عاوزه. هاي خاصية جديدة عملتها كامتيزيا بس من الفيرجن الماضي، كأنه فيرجن 2021. فهي الألفا إفكت، فلو كبرت ما أعطتني، هاي كبرت فبدك شوية إيديتينج طبعا هون،
تحاول تزبط بحيث تيجي عندك الدائرة مزبوطة 100%. فأنا بحاول أصغر بالشيب مرات في الدائرة، مرات بصغر بالفيديو اللي فيه صورتي حتى أجيب الفيديو داخل الدائرة بالضبط. حاليا هيك ممتاز، خليني أشتغل على اللي بعدها. اللي إذا لاحظتوا السبسكرايب والجرس واللايك والديسلايك جاي شوية داخل مع الصورة مع الفيديو اللي هو على شكل دائري صار الآن. الآن خليني أشوف شو بقدر أعمل. بدي بس أعمل شوية إيديتينج وشوية تويكينج. بدي أزيح الصورة على اليسار باستخدام اليمين، الزر اليمين على الكيبورد، تمام. والشكل الدائري برضه بحاول أروح فيه يمين يسار تيزبط الأمور معي تقريبا. هلأ خلينا نشوف الآن، لا لسه بدي شوية إيديتينج. فخليني أروح على اللايك والديسلايك وسبسكرايب وأحاول أروح فيهم على اليسار. فالآن لو ضغطت بالكيبورد على اليسار بعد ما عملت هايلايت على اللايك والديسلايك على البليس هولدر تبعهم، بروح يسار يسار، هيك صار ممتاز الشكل ببين. اوكي هلا ضل عندنا كمان خطوة، بدي أخلي حدود للكاميرا الدائرية بحيث إنه لما يكون وراها باك جراوند تبين إنه هذه الصورة. وبروح بختار الكول اوت هذا كأنه واحد عم يتكلم. طبعا اول شيء بصغر هاي، اعمل لي الطالع من هون كأنه واحد عم يحكي، بدي اياها كلمة ABC بدي ألغيها، امسحها ديليت على الكيبورد. بس هلا اكبر الصورة، اسف لأكبر الدائرة بدي اضغط على شيفت زي ما تعلمنا قبل شوي وظل اكبر بالدائرة لصير تقريبا لصير تقريبا مثل حجم من الكاميرا الدائري بالضبط. طبعا بضغط على الكيبورد اشارة السهم لتحت وانا بستخدمها. الان صارت ممتازة جاية 100% على الكاميرا من فوق. خليني اشوف شو بقدر اعمل. خليني على اليمين على خصائص الكول اوت هذا، نشوف شو بدنا نقدر نعمل فيه. فخليني اغير الثيكنس تبع البوردر، تمام، الخارجي خلي لونه ابيض عشان منيح، والاوباسيتي تبعه يعني الشفافية تبع الشكل هذا الكول اوت هذا بدي اياه 100%. شايفين كيف بينت الكاميرا؟ هسا صار في عندي مشكلة انه لازم اخلي الكول اوت هذا يمتد من اول الفيديو لاخره. مشكلة ثانية اللون الابيض مع الخلفية اللي ورا زرقاء، وعندي انا شاشة زرقاء عم بستخدم ما اعطتني كونتراست عالي، لذلك بدي اغير الخلفية وارجع الخلفيات واختار خلفية ثانية اللي هي هاي الخلفية اللي فرجيتكم اياها باول الفيديو. لكن حجمها كبير جدا، بتاخذ كثير على دقة. خليني اصغرها الان وبعدين ظل بس جزئية صغيرة نحط افكت كيف بدها تدخل وكيف بدها تطلع الكاميرا. وبروح على behavior وبختار منه pop up، فهي هتطلع هيك pop up زي ما انتو شفتوا. بعد شوية بنشوف بس نخلص كيف بيطلع شكلها. pop up بس ما اخذت ليش الحدود اللي حواليها، في شيء غلط، لذلك بدي ارجع واخذهم كجروب. فبدي اضغط على كنترول واخذتهم الاجزاء هاي كلها على مع بعض باستخدام كنترول اللي هي الكول اوت تبعت الدائره كمان البيضه
وهسه بحط الإفكت عليهم أمورنا تمام صارت. هسه خلينا نجرب. هاي شايفين البوب أب اتطبقت عليهم كلهم، اتطبقت على الكاميرا الدائري واتطبقت على الشكل الدائري اللي خارجها، هيك ممتاز تمام. لكن في عندي مشكلة انه بضل يتحرك خلال الفيديو، فبتعمل نون يعني ما تتحرك تمام. في الاوت خليها تعمل هنج، يعني هنج يعني كأنه في فصالة بتفصل عليها كذا. فهذا هو باختصار، بنشوفكم في فيديوهات قادمة ان شاء الله. Thank you for watching this video. Press like and subscribe to get our latest.